السلام عليكم. نعم. وفيك تفضل. زكاة عروض التجارة في المحلات. نعم. بعد جرة المحل وحولنا الحول الجرد بيكون على السعر اللي انا ببيع فيه ولا سعر الجملة اللي انا شاري بيه او سعر الجملة في الوقت الحالي؟ السعر الذي اذا اعلن الان سيلت السلع الى مال. يعني الان مثلا انت محدد سعر 1000 جنيه، ما هنالك مشتري يشتري، لكن اذا قلت هذه السلعة ب600 جنيه جاءني المشترون وفي الحال اشتروا السلع، اربط الزكاة على 600. يعني بالسعر اللي انا ببيع به؟ لا ما قلتش كده، ما انت لو قلت بالسعر الذي تبيع به ما بعت البضاعة كلها، سيأتيك عدد قليل. تمام. لكن اضرب سعرا اذا اعلن تحولت السلع الى مال. يعني متوسط مثلا بين اللي انا شاري بيه واللي انا ببيع بيه فعلي؟ انا والله ما استطيع ان اوضح اكثر من الذي وضحته. فكر في كلامي وهتفهمه ان شاء الله.